النهارده طبعا في البرايم السابع عايزين نشوف الناس بقى ايه شعورها وهيعملوا ايه اللي لسه ما طلعوش واللي طلعوا عملوا ايه. يلا بينا. حنان طبعا لسه هي اللي طالعه دلوقتي بعد انيس. قولي لنا شعورك النهارده. والله شعوري الحمد لله، ان شاء الله نقدر نغني مزيان، وان شاء الله غنغني مزيان ونشرف كل شيء، كل كاع الناس اللي كيبغوني، وكنحماق عليكم، كنبغيكم، اي لاف يو، اش لي بديش كنت ستا عليكم. حبيبي ايه شعورك النهارده بعد ما احنا غنينا؟ عايز تقول لنا ايه وعايز تعمل ايه بقى وانت طالع؟ اتوقع البرايم بيكسر البرايم الاول، من اول برايم وغنيته كثير حلو، وانا انا انا متحمس كثير اني اطلع عشان اشارككم الفرحه واكون اقوى. عبوسي انا مش عارف، انا سبت الكرسي ومشيت. انا من اول ما جيت الاكاديمي وانا بغني اغني دراما، بس النهارده كان خلاص موت اخويا بقى لا قدر الله. فبس الحمد لله غنيت كويس ونزلت لقيت كله، يعني انتوا بتقولوا لي ان غنيتي حلو فمبسوطه قوي. استاذ الياس النهارده شاهد بيك وقال ان انت احسن مننا، طبعا ده كلام يعني اكيد انا هاخده في عين الاعتبار. وايه رايك النهارده في الاغنيه بعد ما غنيتها وبتقول ايه للناس اصحابك اللي لسه هيطلعوا؟ انا الحمد لله يعني اذا هلا بطلع من البروجرام عادي، غنيت احسن اغنيه عندي في العالم. مبسوط حبيبي؟ لا بس غنى يا عباس، غنى حلو، ايهاب غنى حلو، ثلاثتنا غنينا حلو الحمد لله يا رب. احلى اهاب في الدنيا. شعورك ايه النهارده بعد ما غنينا الاغنيه ولسه نازلين ومبسوط مش مبسوط؟ عايز تقول لاصحابك ايه؟ لي الشرف اني غنيت مع اخوي الكبير معزين ديالي نسيم، والحمد لله لقيت تعليقات زوينه، لقيت من الاستاذ الرحماني قال لي ملعون. والحمد لله كان كل شيء مزيان وحسيت براسي، فتحت تمي مدام ميري، تحيه لمدام ميري، والحمد لله غنيت مزيان وشكرا لاحلى مذيع في الدنيا. مبدئيا انا مبسوطه جدا ان انا بعمل النهارده التابلو مع حنان، اغنيه حلوه ولذيذه وخفيفه. عايزين نضحك بس عايزين نضحك شويه، انا قلقانه شويه بس خير ان شاء الله يعني، واتمنى ان الاغنيه تطلع كويسه. حبيبي اخويا وحبيب قلبي مروان اللي غنى مع جوزيف عطيه احلى اغنيه على قلبي هو وجوزيف، عايزين نعرف شعوره ايه النهارده. ميرو عايز تقول ايه النهارده بعد ما غنيت مع جوزيف وشعورك ايه؟ انا كتير فخور لانه عم وصل لمرحله من حياتي اني غني مع فنانين مهمين كتير بلبنان. ان شاء الله اكون وصلت المسج مثل ما لازم، وانا انبسطت لكم ثلاثتكم بتكملوا بعضكم بهالغنيه دارت الايام لام كلثوم الراحله. وبس مش عم بقدر افكر ناسي اول كلمتين لان بس غنيت نسيت اول كلمتين. ما تقعد بدي اقول انا كثير متحمسه لاطلع غني، وان شاء الله يا رب غني منيح، بتمنى التوفيق لكل اصحابي، وانا كثير مبسوطه لانه عبوس عم بيحكيني. ان شاء الله خير باذن الله، وبالتالي كله كده انا عملت معاه الريبورتاج اللي احنا كنا عايزينه، وفي نفس الوقت انيس فوق ان شاء الله هيكسر الدنيا وهيخلص التابلو بتاعه ونبقى نرجع لكم تاني. ميرسي.